لا أنساك فلسطيني، هذا هو حال الجميع. خلوني في وأنا بقول أنا لا أنساك فلسطين، ونتكلم على موقف مصر الواضح تجاه القضية الفلسطينية، ليس الآن ولكن منذ أزمنة قديمة. الأزمة الأخيرة اللي احنا بنشاهدها دلوقتي الحقيقة مصر بتتعامل فيها من منطق إنها الشقيقة الكبرى للعرب، إن مصر قلب العروبة، وده مواقف وليس بالكلام، وده اللي بتجسده القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هتقولي إزاي؟ هقولك إزاي، بالأقوال بالأفعال وليس بالأقوال. امبارح السلطات المصرية رفضت السماح للرعايا الأجانب المقيمين في غزة إن هم يمروا عن طريق معبر أو منفذ رفح البري، وأيضا الرعايا الأجانب انتظروا ساعات أمام المعبر دون استجابة من قبل السلطات المصرية ليغادروا من حيث أتوا. لماذا؟ لماذا هذا الموقف؟ مصر قالت طلب واحد، أنا أدخل المساعدات اللي أنا عايزة أدخلها لأهلنا في غزة، وما أكثرها وما أكثرها. الكل باعت على مصر، كل التحالف الوطني بقاله 3 أيام 4 أيام بيشتغل بأقصى جهده علشان تروح اللي توصل لهناك. زي ما انتوا شايفين كلهم واقفين منتظرين ان هم يدخلوا بهذه المساعدات لأهلنا وأشقائنا في غزة، زي ما كان الرئيس دايما بيقول مسافة السكة مسافة السكة، احنا واقفين احنا منتظرين احنا عايزين نخش. يقولوا لنا ايه الجانب الآخر؟ لا مفيش دخول، لكن دخلي الأجانب ودخلي المقيمين عندي، أنا عايزة أدخلهم عندك. مصر قالت إيه؟ لأ، دي قصاد دي، تدخلي المساعدات لأهلنا اللي جوه وأنا أدخلك أعبر لك الأجانب، غير كده أنا قافل المعبر. عشان نقدر نسمح بعبور الناس يا رشا لازم نبقى متأكدين إن حتى هذه اللحظة أهلنا في فلسطين مازالوا متمسكين بأرضهم، علشان كده إحنا عايزين ندخل للناس دي مساعدات، عايزين ندخل لأهلنا وإخواتنا اللي بقالهم أسبوع كل يوم بيفقدوا حد عزيز عليهم، كل يوم عندهم حد بينزف، المستشفيات ما بقتش قادرة، محتاجين ندخل للناس المساعدات دي بأقصى سرعة ممكنة، مش نعمل بس الحاجة اللي محتاجينها الطرف الآخر، ولكن اللي إحنا محتاجينه في مصر هنا. وموقف مصر واضح، نحن محتاجين ندخل حاجتنا لحد غزة في أهلنا. موقف مصر حتى هذه اللحظة موقف واضح مشرف جدا، وأعتقد أن احنا لا نسبح بمزايدة أي أحد خارج مصر أو أي أحد غير مصر يتكلم عن دورنا هنا في مصر وقد إيه احنا بنساند الشعب الفلسطيني. تملي بنضع مصلحة فلسطين فوق أي اعتبار، وعاوزة أؤكد أن السلطات المصرية زي ما رشا قالت رفضت أن يكون المعبر مخصصا لعبور الأجانب فقط، وأن الموقف المصري واضح وهو اشتراط تسهيل وصول وعبور المساعدات لقطاع غزة. زي ما أنتوا عايزين طلبات إحنا محتاجين طلبات. عاوزة كمان أشير أن حجم المساعدات الإنسانية اللي قام التحالف الوطني لعمل الأهلي التنموي بتجهيزها للعبور للأشقاء في فلسطين منظر جميل والحقيقة مفرح، ونتمنى ان هو يوصل لهم ان شاء الله. ونتوقع كمان ان شاء الله النهاردة ان تكون في خطابات إدانة من أعضاء مجلس النواب للعدوان الإسرائيلي خلال جلسة المجلس اليوم، وأتمنى أن صوتنا من مصر يوصل لكل مكان في العالم. نتمنى أن العالم يتحرك ويسمعنا زي ما احنا بنتكلم عن القضية الفلسطينية، أن هم أخواتنا، مش محتاجين حد يفكرنا أن هم أخواتنا وأن احنا واقفين جنبهم. يسمعوا صوتنا بأن مش طلباتكم بس بتتنفذ، احنا محتاجين طلبات العرب كمان تتنفذ، محتاجين عشان أهل غزة يعيشوا بسلام وعلشان فلسطين تعيش بسلام ترجع أرضهم ليهم، وننهي الاحتلال اللي بيحصل بقاله سنين. جه وقته بقى ان احنا نقول ننهي الاحتلال، وقوات الاحتلال الإسرائيلية ترجع مكانها وتسيب أهلنا في غزة يعيشوا في أرضهم بسلام. أنا عايز أقول كلمة دالية قبل ما نقول فقراتنا للسادة المشاهدين. الموقف اللي واخداه مصر ده، يعني أنا دلوقتي بكلم المواطنين اللي في مصر، الموقف اللي واخداه مصر، هذا الموقف المشرف العقلاني اللي فيه الكثير من المنطق، خليني أقول مصر بتتعرض لضغوط فوق الاحتمال. علشان تبقوا عارفين، احنا المكان الوحيد او المنفذ الوحيد لأشقائنا الفلسطينيين، احنا اللي حدودنا معاهم من منفذ رفح، تتكلم على منفذ العوجة، كل دي حدود مع مصر.
مش متخيلين كم الضغوط اللي على القيادة السياسية، كم الضغوط اللي على القيادة المصرية في حاجات أنت لا تعلمها، أنت لا تعلمها. ليست كل الأوراق أمامك، لكن مصر بتقدر تقف صمدة وعليها ضغوط وبتتعرض لضغوط، والضغوط دي بتبقى ليها مساوئ علينا، لكن ده دور مصر طول عمرها وده دورنا طول عمره، إن مصر برغم الضغوط وبرغم كده بتبقى واقفة وصمدة وبتستحمل وبتصبر وبتقف جنب اخواتها وفاتحة لكل بلاد العرب. صحيح. كل بلاد العرب عندنا، احنا مش ممانعين ابدا عشان في ناس بتزايد على الموقف المصري. وصمدة. صحيح. وصمدة وصبرة. وعايزة اقول حاجة صغيرة، لو احنا علينا في ازمة اقتصادية، في ازمة اقتصادية وهي مش عندنا بس، هي في العالم كله، بس يمكن احنا حاسين بيها بزيادة. ليه؟ لان انا بتك عليك بزيادة، بضغط عليك بزيادة علشان انا عايزك تعمل حاجة وانت ترفضها. وافهم بقى معنى الكلام ده. صحيح.